عن ضيفنا الليلة رجل عرف به القرآن، ورجل عرف به القرآن غني عن التعريف بفضل الله سبحانه وتعالى. فالكل يعني من المشرق والمغرب يعرف فضيلة الشيخ محمد جبريل، ومن استغنى بالقرآن أغناه الله سبحانه وتعالى، فهو الحمد لله رب العالمين نحسبه كذلك. ولو نزكي على الله أحدا ممن أغناه الله تعالى بالقرآن فعرف به الناس في مشارق الأرض ومغاربها، في الهند والباكستان، في المشرق وفي المغرب، في ماليزيا، في إندونيسيا، أينما يممت وجهك وجدت بفضل الله سبحانه وتعالى اسم الشيخ محمد جبريل يلمع بالقرآن ومع القرآن. احنا الليلة سعداء الحظ إنه معنا في هذه الليلة فضل الشيخ محمد جبريل. سوف نصلي العشاء، بعد العشاء هيكون لك كلمة للفاضل الدكتور أحمد شقيرات، ثم بعد ذلك إن شاء الله نصلي صلاة القيام وصلاة الوتر. ويعني لا نريد أن نشق على الشيخ، قلنا يعني بما فتح الله وبما تيسر له من الوقت والزمان، لأنه أيضا كان على سفر اليوم وهو جاء من دلس. فإن شاء الله بإذن الله إحنا على أمل أن تكون هذه الليلة بإذن الله فاتحة بداية إن شاء الله مع الشيخ لمسجد فينيكس إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يفتح علينا وعليه فتوح العارفين بحكمته، اللهم أمين رب العالمين، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والرشاد، أمين. السلام عليكم. Tonight we have a guest. This guest was defined by Quran. So a person that's defined by Quran does not need any recognition. Sheikh Muhammad Jibril is amongst us, inshallah, and he is world renowned. He's well known all over the Muslim world. So wherever you look, either in the East or West, he's very well known. So inshallah, he will pray Isha prayer with us. And then after that, we have Sheikh Ahmed Shqairat. He's gonna have a small fundraising for Muslim Legal Fund. And then after that, Sheikh Muhammad Jibril will also pray four rak'ahs of Qiyam and Witr prayer as well. Whatever he is willing or capable of doing, because he is traveling. He came from Dallas, so we don't want to burden him. And Imam Mahmoud said that, inshallah, this will be a new beginning with Sheikh Muhammad Jibril with ICCP, inshallah. So we hope that we will see him again in the future, inshallah. بالنسبة لمسلم Legal Fund. طبعا الشيخ احمد هيعرفكم عليها، لكن عاوز اقول كلمه لابد ان تعرفهم، يعني لابد ان احنا نكون على علم بمهمه هذه المؤسسه. انا لن اذكر مؤسسه ولا مهمه مؤسسه، هذكر لكم حادث حصل معي وانا في الباكوركي نيو مكسيكو من مثلا 17 18 سنه. التقيت مع احد الاساتذه، كنت بدرس ماده في 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 الكليه في الباكوركي نيو مكسيكو، وكان هناك أستاذ يهودي علماني، فكنا مرة نتكلم أستاذاً لأنه رايح يدفع الدفعة بتاعته، فسألته، كان معايا أخ فلسطيني عراقي أستاذ برضو في الجامعة، سألته أنت ليه رايح تدفع الدفعة يعني وأنت علماني أصلاً، يعني مالك أنت ومال اليهودية ومال الحكاية دي؟ قال لي آه، ما أنا لو حصل لي حاجة في البلد دي هم اللي هيدافعوا عني، أنا لو حصل لي حاجة في البلد دي هم اللي هيدافعوا عني، فمش مهم أنا علماني ولا مش علماني، متلين ولا مش متلين، المهم مين يدافع عني لو حصل لي حاجة في حياتي في هذا البلد، لو تعدي علي، لو أنه مثلاً انتقصوني في عملي، لو أنه فصلت من عملي تعسفاً، لو أي شيء حدث لي، هذه المنظمة اليهودية هي التي ستقف إلى جواري وتقوم بإنصافي. فإحنا الحمد لله عندنا الآن مؤسسات تقف إلى جوارك وتقوم بإنصافك. هذا مثال أحببت أن أذكره بين يدي اللقاء،
علشان يمكن ما لم تتح لي الفرصة أن أنا أتكلم مع الشيخ أحمد في هذا الحال، لأنه كان قديم جدا زي ما أنتم شايفين، يعني من أكثر من 18 سنة، فبقى في يعني في ذاكرة النسيان، لكن الحمد لله تذكرت اليوم عشان كلنا كلتنا نفكر بهذا التفكير المنطقي العقلي. في ناس تقدر تلافع عني لو قدرت، في ناس تقدر تلافع عني لو فصلت من عملي تعسفا، في ناس تقدر تلافع عني لو بحثت عن وظيفة ووجدت أن أسباب الرفض هي لأني مسلم أو لأني كذا أو لأني كذا. Imam Mahmoud wanted to comment on Muslim Legal Fund. He recalls an incident that happened with him about 17 years ago. He was in New Mexico, and he was teaching at college, and he knew a man that was teaching there. He was a secular Jew, and through the conversation with him, he said, the secular Jew said that he was going to pay his dues to an organization, a Jewish organization. And he asked him why he's doing that. And he said, because if anything happens to him, even though he's secular, this Jewish organization will defend his rights. So we as Muslims, we need organizations to defend our rights as well, especially nowadays. And Muslim Legal Fund is one of those organizations that help to defend Muslim rights in the U.S. So the Imam just wanted to comment on this before before Sheikh Ahmed starts after Isha prayer. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Inshallah, we're going to resume the salah within a few minutes behind the Imam. Inshallah, we're going to pray the Qiyam and the Witr with the Dua from our Imam. Just before resuming the Salah, I'd like to take a few minutes of your time to thank Sheikh Muhammad Jibril. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward him for honoring us in Arizona with his visit and accept our invitation. Also, thank you very much for the ICCP Imam and administration and community for hosting us. This event is hosted by the Muslim Legal Fund of America. And to give you a few minutes about the Muslim Legal Fund of America, it has been functioning and defending the civil right of Muslims for the last 16 in English. So I'll brief what I mentioned in English in 5 minutes, just in Arabic for those who could not understand. مؤسسة الMLFA هي مؤسسة تدافع مؤسسة قانونية تدافع عن حقوق المسلمين. فأي مسلم يطرد من عمله أو يتم التمييز العنصري ضده أو ضدها بسبب اسمهم الإسلامي، بسبب شكلهم أو لون بشرتهم أو بسبب الحجاب، فأي مضايقات، هذه المؤسسة عبارة عن مركز قانوني إسلامي عندها محامين يعملوا بدوام كامل مدفوعي الأجرة من هاي المؤسسة في سبيل استقبال مكالمات المسلمين وشكاوى المسلمين ورفع دعاوى ضد كل من يقوم بالتمييز العنصري ضد المسلمين. فالجميع إن شاء الله يأخذ اللي هي هذه الأوراق ويتعرف، وفي داخل الأوراق في هذا المغلف الأبيض، لأنه هاي مؤسسة خيرية غير ربحية، يعني تدفع للمحامين وللمحاكم للدفاع عن حقوق المسلمين من التبرعات، فممكن الواحد جزء من زكاته أو جزء من صدقاته ربنا يتقبل. وفي هنالك عشرات الحالات لإخوة وأخوات مسلمين وطلاب وكبار وصغار وإدارات مساجد وأئمة مساجد ظلماً وزوراً وبهتاناً بسبب الظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها، عمالهم يواجهوا السجن ويواجهوا الاضطهاد ويواجهوا المضايقات. فهذه المؤسسة مركز قانوني للدفاع عن هؤلاء المسلمين. فالليلة نحن نطلب إخواني وأخواتي بارك الله فيكم من الجميع يأخذ هذا المغلف الأبيض، ممكن يستعمل الكريدت كارت، ممكن تكتب شك باسم هذه المؤسسة. هذه المؤسسة مسجلة قانونية 100% في أمريكا من 16 سنة، وخلال هذه السنوات الماضية 17,000 مسلم تبرعوا لهذه المؤسسة. فالمؤسسة معروفة ولها مركز قانوني وثابت وقوي جدا من فضل الله، وتتوسع وتأخذ أكثر وأكثر وأكثر من حالات اللي هو المسلمين. من النماذج اللي أخذوها حالة الأئمة الستة اللي نزلوهم من الطيارة واعتقلوهم بسبب أنه ظنوا أنه ستة رجال بشكل بشرة ولحى
يعني متوزعين في الطيارة، ظنوا أنه عمالهم بيحاولوا يخطفوا الطيارة أو شيء، فاعتقلوهم ونزلوهم. فهذه المؤسسة الحمد لله دافعت عنهم حتى كسبوا اللي هو القضية، قضية الدكتور إبراهيم درملي، قضية الدكتورة عافية صديقي، قضية الإخوة الطلاب الـ 11، قضايا كثيرة لها أول ما لها آخر. فيعني الظرف صعب للمسلمين، بحاجة إلى دعمكم وتبرعاتكم لهذه المؤسسة، بارك الله فيكم. فما واحد يمشي قبل ما يأخذ المغلف، والصندوق هناك، إذا في أي سؤال إن شاء الله بعد الصلاة خلف الشيخ هنكون جميعا إن شاء الله. نعم، وبالنيابة عن الشيخ، يعني الشيخ صابته لفحة هواء فصوته، فجابوا له الآن ينسون إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء، عنده برد الشيخ، نسأل الله الشفاء والعافية لفضيلة الشيخ جبريل إن شاء الله. الآن يعني خلال دقيقة أو دقيقتين يكمل الصلاة فينا إن شاء الله. الرجاء الإخوة والأخوات اللي أخذوا هذا المغلف يعني استفيدوا من هذا الوقت، املأوا واعطوني إياه إذا في أي سؤال، ربنا يتقبل منكم إن شاء الله. بليز تل ذا شيخ إن شاء الله drink the hot he got cold so his voice needs some help so they got some anise hot to drink for him إن شاء الله. Give him 1 minute to drink it to recover. Ask Allah subhanahu wa ta'ala inshallah to so please brothers and sisters, take this minute inshallah to fill this envelope. You can use your credit card, very safe, very legal inshallah. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني الحمد لله أنا وأنت إخواني بخير وعافية الآن وأخواتي، لكن ما تعرف ما فينا واحد محصن، أي واحد في أي لحظة من اللحظات ممكن يشتبه فيه بالغلط بشيء في مطار أو في باص أو في سيارة أو في الشارع. نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم، لكن حتى لو كنت صاحب حق، إذا ما معك فلوس تحط محامي في يعني في هاي البلد ممكن أنك تخسر. فيعني أظن هذا المؤسسة كل أقلية في أمريكا تم اضطهادها وما أكثرهم، اتعلموا الدرس وأسسوا مثل هذه المؤسسات اللي تحميهم وتدافع عنهم. فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. لا تبخلوا من صدقاتكم وزكوات أموالكم إن شاء الله، ربنا يجعلها حفظ وشفاء لكم. من دافع عن إخوانه وأخواته ربنا سبحانه وتعالى بدافع عنه، الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم. جزاكم الله خير. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين نستهدي بك يا ربنا فاهدنا ونستعين بك فأعنا ونستغيث بك فأغثنا ونستغفرك فاغفر لنا ونتوكل عليك فاكفنا. اللهم اكفنا هم الدنيا والآخرة اللهم اكفنا هم الدنيا والآخرة اللهم اكفنا هم الدنيا والآخرة يا شافي الصدور اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين
تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والأرزاق الواسعة والمحبة الجامعة والشفاعة القائمة والدعوة المستجابة، وفك وثاقنا من المعصية. اللهم فك وثاقنا من المعصية، اللهم فك وثاقنا من المعصية. نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها، ونسألك يا ربنا أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم انفعنا بفضلها، وجعلنا من خيار أهلها، وجعلنا عند الموت ناطقين بها. نسألك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يا أرحم الراحمين، يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فرج الهم عنا وعن بلادنا وعن جميع المهمومين من المسلمين، وفك الأسر عنا وعن المأسورين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم فك الكرب عن المسلمين، اللهم نفس الكرب عن المسلمين وعن يتامى المسلمين وأطفال المسلمين والأطفال الرضع والمشائخ الركع. سبحانك يا ربنا لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، سبحانك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا كما نسألك العلا من الجنة. اللهم أصلحنا وأصلح فساد قلوبنا وذات بيننا، واهد أولادنا وأولاد المسلمين في جميع البلاد وبلاد المسلمين. اللهم اهد أولادنا وبناتنا في هذه البلاد، وارزقنا وإياهم صحبة صالحة تعيننا على أمر ديننا ودنيانا. اللهم اجعلهم خيرا منا، اجعلهم نافعين للإسلام والمسلمين، بارين بآبائهم وأمهاتهم، حافظين لكتابك الكريم، عاملين بسنة نبيك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا على خير حال يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. هذا حال المسلمين لا يخفى عليك، وهذا ضعفهم ظاهر بين يديك، فعاملنا بفضلك لا بعدلك، وردنا والمسلمين إلى أخلاق الإسلام ردا جميلا،
حتى يرفع عنا ما نحن فيه. فاللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وارحم ضعف إخواننا في الشام وفي مصر واليمن وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام. اللهم إن كنا لسنا أهلا لتأييدك ونصرك فانصر دينك الإسلام. أحينا مسلمين، أعزنا بالإسلام، وأعز الإسلام بنا، واحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. يا أرحم الراحمين، عاملنا بما أنت أهله، لا تعاملنا بما نحن أهله. سبحانك أهل الدنيا وأهل المغفرة، سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا ربنا ارحم في الدنيا غربتنا، وفي القبور وحشتنا، وثبت تحت التراب حجتنا، وارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك. اللهم آتنا كتابنا باليمين، واكتبنا في عليين، في روح وريحان، عند رب راض غير غضبان. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يعني باسمكم جميعا وباسم المسجد، مسجد فينيكس، يعني نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد جبريل. فضيلة الشيخ محمد، الحمد لله رب العالمين، ربنا من عليه وأوتي مزمورة من مزامير داود. نسأل الله سبحانه وتعالى رب الناس بذا الباس أن يذهب باسه، اللهم آمين، وأن يكفيه شر حاسد إذا حسد، آمين رب العالمين. هو بذل جهدا كبيرا فأن يحبر لنا القرآن تحبيرا، وهذا من كرمه، يعني لولا ذلك كان اعتذر الشيخ، لكنه تكرم علينا ونال 4 ركعات، فالحمد لله صلى بنا بما أفاض الله سبحانه وتعالى عليه، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وإلا فإحنا كنا مشفقين، لكنه كما قلت يعني قلد سيدنا أبو أيوب الأنصاري. سيدنا أبو أيوب الأنصاري كان يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع صلاته وسمع قراءته، فقال: يا أبا أيوب، لقد استمعت لقراءتك البارحة، ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: يا رسول الله، لو كنت أعلم بمكانك لحبرته لك تحبيرا، يعني كنت زودت يعني إيه وجملت الصوت وخليت المزمورة على أحسن ما تكون المزمورة التي أوتيتها من مزامير آل داود. فالشيخ محمد ما شاء الله أوتي هذه المزمورة بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن نسأل الله كما قلنا أنه يعني يصرف هذه يذهب باسه، اللهم آمين، ويكفيه شر حاسد إذا حسد، آمين آمين. وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم. We would like in the name of Islamic Community Center of Phoenix to thank Sheikh Muhammad Jibril and thank MLFA and Sheikh Ahmed Shukairat. The Imam was saying that Alhamdulillah, Sheikh Muhammad Jibril has the same characters that Allah gave, or same gift that Allah gave Prophet Dawood. The Prophet Dawood had had a beautiful voice. And we asked the Imam, although he was a little bit sick, to join us tonight, and he could have apologized, but he came, and alhamdulillah, we enjoyed the prayer behind him. And the Imam, Imam Mahmoud, was talking about a story that Prophet sallallahu alaihi wasallam heard Abu Ayyub al-Ansari praying, and the next day he told him that that he was given, the Prophet sallallahu alaihi wasallam told Abu Ayyub that, that Allah has granted him a similar gift as Allah gave Prophet Dawood. And and we ask that Allah will protect Sheikh Muhammad Jibril
and protect him from all harm, from envy, and also we thank him for coming, although he was under the weather. So and thank everybody that joined us tonight. Assalamu alaikum.